أهلا بكم من جديد، وطبعا مستمعي الكرام، من بين الضيوف الفنانين اللي كان استضفوهم معنا فنان محبوب حبيناه كثير من دار الورطة حتى للدرب، يعني مجموعة من الأعمال، مجموعة من الإنجازات الفنية اللي قدمها فناننا وضيفنا اليوم اللي غادي ناخذوه في هاد الدردشة، هو موجود بالديار الإيطالية. سيدي بشير وكين، مساء الخير، رمضان مبارك سعيد، الله يجعله عليك بالخير وكل ما تمنيتي. مساء النور لكل المستمعين الكرام، رمضان كريم لكم ولجميع المسلمين على قطاع الأرض كلها، ومرحبا بك في شطر. الله يبارك فيك سيدي بشير، أنا سعيد جدا تكون ضيف معايا في هذه الدردشات الفنية اللي كناخدوها مع الفنانين ديالنا، وحنا اليوم كنعيشوا معك في أجواء رمضانية كوميدية، يعني حاضر معنا كل مساء من خلال الدرب. بداية يعني بشير، واش ما كتلقاش صعوبة من التنقل من إيطاليا للمغرب كل مرة أنت غادي أنت شاد الطيارة، ما كتخافش من الطيارة بعدها؟ لا، الطيارة ما كنخافش منها، وكنبيت كنخاف من الثمن ديالها. ما قول لي الطيارة خويا، ما ديال الطيارة جي با فوبي، ما عنديش فوبي بالطيارة، ولكن الفوبي الفلوس اخويا بزاف. الفوبي اللي ولات عندنا ولات على جميع المستمعين اللي كيستمعوا لنا دابا هو الغلاء ديال الثمن ديال الطائرات، التذكره ديال الطائره دي ولا كثير، يعني الدوبل في ثلاثه خطرات ولا اكثر. ف كنتمنى يرجعوا شيئا ما هذا الامر هذا، لان المهاجر تبارك دابا شويه، دابا شويه حتى يدخل، دابا شويه حتى يدخل في مقاطعه، ما عرفتش شنو كاين، لانه ماشي من الصواب في مقاطعه انت ياك اللي كيخدم طيله السنه وفي الاخير كيجي باش يمشي يزور الاهل ديالو، يزور البلاد ديالو، الوطن ديالو، كيلقى التذكره كتسوى مثلا اكثر، الا كانوا خمسه الناس راه ثمن تسبيق شي ابارتمون ولا شي صعيب. والله العظيم صعيب الامر، بالله انا والله الاخير شاطر، انا عمري ما حسيت بها مؤخرا. ولأن وخاصة أنه إنسان يعني كيتنقل كثير، ويعني أنتم الفنانين ما عندكمش يعني واحد تخفيض زعما فنان معروف وهذه كيديروا له واحد تخفيض؟ مرحبا بك سي بشير. لا دابا الفنان ولاو كيرسلوا لي غير الضرائب. الضرائب ديال الدخل حتى هو، ويعني ولينا كنخلصوا على النكات، ولينا كنخلصوا على ذاك الحوار اللي كنقولوا باش كنجمعوا العائله ونضحكوا معها. خصك تخلص عليها. كنخلصوا عليه. كنخلصوا على ديك النكته اللي ضحكنا الناس، يدير في باله هذا المشاهد الكريم اللي كيشاهدنا عبر التلفاز، راه كل ضحكه ضحك الا كنخلص علينا التيفيه. هاكداك باش يعرفوا بعد الناس، انا كيقول لك راه والله ما كنكذبش، لان كثير داك الشيء بزاف. طبعا بالنسبه للعمل الاخير الدرب اللي كتشتغل فيه مع مجموعه من الكوميديين وخاصه الشباب اللي ظهروا هناك، واحد نقولوا انسجام حصل ما بينكم وما بين هاد الشباب اللي طالع اللي كاتاليس كات لقيتو كاين واحد بالفعل كاين واحد انسجام بين نقدروا نقولوا الجيل الجديد وحنا اللي كجيل القنطره حاولوا نخلقوا هاد الانسجام. انا اول مره في تاريخي في ميدان سيت كوم، يعني هذه مده 14 سنه كتسمعني خايا، كتسمعني مزيان؟ كنسمعك مزيان وصوت واضح. الله يودي سيدي باش. اوكي داكو خويا ميرسي. قلت من خلال 14 سنه وانا كنشتغل في السيت كوم الرمضاني، فهاد اول سنه كندير دور اب، يعني تمتعت وانا كنشوف هذاك ولدي، تمتعت وانا كنشوف هذوك الاخوان كلهم، هذوك الكوميديين كلهم بحال وليداتي، لانه راه تبارك الله عندي بنت، راه تبارك الله عندها 25 سنه تبارك الله، فهذوك كلهم ما بين 25 و35 سنه و34 سنه بحال وليداتي بحال خوتي. خلق هذا الانسجام وكيسمعوا وكيستافدوا من واحد اللي عنده تجربه عليهم في الميدان ديال السيت كوم، لانهم اول مره كيدقوا باب السيت كوم، ربما عندهم كوميديا خاصه عبر الستاند اب، عبر الومان شو الى غير ذلك. ولكن دابا يعني اليوم فخر، اليوم فخر انهم يكونوا واقفين امام وجوه اللي عندها باع كبير على سواء على
التلفزيون ولا على خشبة المسرح ولا على السينما. يعني سيدي بشير يعني كيعجبك الصيام في طاليان احسن من البلاد؟ يعني السويع شويه زايدين عندكم انتما بحالنا. زايدين السويع، ولكن النكهه اللي كاينه فيه هو انني كنكون وسط عائلتي هنا، لان حرام تخلي عائلتك بوحدها هنا وتمشي انت تصوم بوحدك في المغرب. يعني عندنا واحد اللمة عائليه، عندي وليداتي هنا، عندي يعني لا فامي ديالي كلها هنا في ايطاليا، كنجتمعوا كنفطروا جميع كنجلسوا جميع. كتفرج في راسك؟ ربما غبت عليهم هذا الاسبوع الاول، لاني كنت مازال كنصور في هذا السيتكوم هذا اللي كتشاهدوا عبر القناه الاولى. سانيتو وانا نجي، انا ثاني غادي راجع غدا ولا بعد غدا، ثاني غادي للمغرب. علاش تزيد على التذكيره؟ غدا ولا بعد غدا راجع؟ يعني كاين شي عمل اخر كتوجدوا من بعد رمضان؟ ان شاء الله ان شاء الله. حنا كنوجدوا دابا كاين لابيل دوفر دابا الجديده اللي ولات ديال القناه الثانيه، وغادي نهبط المغرب. انا واحد المنتج مغربي معايا انا في ايطاليا اللي كاين دوز تاهو، غادي نهبطوا باش نوجدوا شي حويجات ان شاء الله السنه المقبله. فشوف امتى كنبداو الخدمه، راه من دابا وحنا كندفعوا في دوسي، من دابا وحنا كندفعوا في بروجي، وكنتسناو الرد ديال القناه الاولى ولا القناه الثانيه، عاد كندخل مرحله ديال التصوير. كتجلس مع وليداتك، كتفطر مع وليداتك بالتقاليد المغربيه بالمائده المغربيه؟ بالفعل بالفعل، هي دائما المائده المغربيه بدون رمضان. يعني كاين داك الشق ديال ان كويزين هي ايطاليان، ولكن ضروري كدير لهم الماكله المغربيه وكتدورهم على الطبله، ومره مره كتحط لهم فلفل الطوس كتقول لهم غمسوا باش وليداتك يولفوا باش لا مشيتي ديتي المغرب باش يعرفوا يغمسوا يتعلموا غمسوا هذيك غمسوا باش حيت ملي كتمشي كتبقى تغمس كتقول لهم باش ما يتفاجئوش، يعني باش يتنظموا حتى في مثل مع الناس مع الجماعه. يعني علاش علاش انا ياكلوا مع الجماعه؟ نعم، علاش انا جبت هاد النقطه؟ بغيت باش نشوف واش مني كتكونوا جالسين كتفطروا بحالنا كاملين حنايا اللي كنتبعوك الان عبر الشاشه كل بعد الفطور مباشره، واش كتشوف انت مع وليداتك نفسك في هذا السيت كوم؟ كنشوف وكينتقدوني ولادي وكيقول لا بابا هذه كنخاف الحلقه هذه لا عادي، يعني كاين واحد الجو عائلي فني، يعني ماشي هذاك القمع ولا لا، وكنسمع منهم لان حتى هما كنعتبرهم وحدين من المشاهدين، يعني كنسمع منهم حتى هما، كنسمع من مراتي كتقول لي هنا مزيان، هاد الحلقه مزيانه، هاد الحلقه ضعيفه، هاد الحلقه ما كانش خصها دار هكا، يعني كنسمع انتقادات كما كنسمعوا انتقادات ديال الناس عبر الريزو سوسيو ولا سميتو اللي كنشاهدوا الناس كتكتب. كيقول لك هاد الشيء حامض القراب منا، هاد الشيء كيقول الحموضه لان الحامض كيولي رخيص هاد الشيء ديال رمضان، والاكثريه كيوليو نقاد والاكثريه كيوليو فاهمين النقد، والاكثريه كيوليو اجي جلسوا معنا انا كنطلب من هاد بعض الجمهور. احنا انتقاد كنقبلوه. نعم. احنا ما كنقولش انتقاد ما كاينش، انتقاد كنقبلوه وكنسمع الناس وكنتواصل مع الناس كتابه وصوتا وحتى عبر الهاتف اللي كيتصل بيا، واخا ما كنعرفوش عبر الواتساب كيبغي يعطي رايه كنسمع ليه، ولكن باش تبدا تتكلم بكلام الخبث وكلام السب والشتم هنا فين كتولي الحموضه عند الاخر ماشي عندنا حنا. ها قدك يعني الاخر اللي حامض. الاخر اللي حامض في كلامه، ما انتقادات راه ضروري انتقادات، حيت ما غينتقدك الا وانت داير شي حاجه. راه المشكل لما كينتقدك لما ما كيتوصل حتى لشي نقد، هذا هو اللي صعيب. واش بالصحه انت غير موجود؟ نعم. واش بالصحه سيدي البشير ولا صعيب انك تضحك الجمهور المغربي؟ بالفعل ما فهي عالميا هذه القضيه ديال الفكاهه او الضحك راه مساله عالميه. دابا كنقولوا بان الوضع الحالي العالمي او لي سيتياسيون ديال العائلات، يعني لا هنا ولا في المغرب ولا في العالم كله، لا تستدعي للضحك. والله العظيم انا كنقولها، حنا خصنا ندعو عوض من الضحك، ولكن كنحاولوا ما امكن نخلقوا ذاك الجو رغم الظروف، رغم الازمات المتتاليه، رغم الحروب المتتاليه، كنحاولوا نخلقوا ديك اللمه العائليه. ديك انا ما عمري ما قلت الضحك، انا كنقول الابتسامه. انا ما كنبغيش نواجه الجمهور ديالي ونقول له غادي نتازع منك الضحك، لا، انا كنتازع منك غير الابتسامه. شتي الا ابتسمتي لي في وجهي ولو غير دقيقه او جوج انا ربحت. اما القهقهه والضحك المتجاوز داك الشيء ربما ما بقاش، انا كنقول ما بقاش، لان الظروف تغيرت.
نعم سيدي بشير، يعني الدردشه الخفيفه يعني من بعد كاين كما قلتي كاين هناك العمل ديال العام الجاي ان شاء الله، ولكن من غير هذا كاين وكاين اعمال اخرى غتخرج عبر اعمال على المستوى السينمائي. واحد العمل السينمائي كان صورته انا والممثل المقتدر عزيز داس والمخرج المقتدر ابراهيم الشكيري، صورناه في الداخله وفي مراكش، وعمل غادي يمشي في اون باراليل مع داك النجاح ديال الطريق الى كابول. عمل زوين كوميدي غادي يشاهدوه الناس عبر التلفزيون عبر السينما، ومن بعد غادي يشاهدوه عبر التلفزيون. كنت كنتمنى المهاجرين ديالنا والاخوان ديالنا هنا اللي مشاو للمغرب يمشيو يشوفوا هاد الافلام المغربيه ويشجعوا الفيلم المغربي. و يعني كتظن ان الجاليه ملي كتمشي، وهذه يعني بكل صراحه نتكلموا فيها شويه، كتظن ان الجاليه ملي كتمشي كتدي وليداتها للسينما وكتقول لهم يلا نشوفوا نغيروا شويه، كنشوفوا العام كامل وحنا كنشوفوا الافلام الامريكيه والافلام الفرنسيه، يلا نمشيو نشوفوا افلام مغربيه، ندخلوا السينما، ندخلوا القاعات السينمائيه على قلتها بطبيعه الحال، ولكن على الاقل نمشيو نقلبوا على شي سينما ولا نقلبوا على مسرح ونمشيو نشوفوا مسرحيه ونشوفوا هذا الممثل ونتلاقوا مع هذا الممثل اللي كنبغيو وكنحبوه. بالفعل هي العمليه خاصها تكون، ماشي ما تكونش متمنيات نتمناو هاد المهاجرين بها. حنا كنقول خاصها تكون تشجيع المنتوج المغربي. فكيفاش بغيتوا هذا الفيلم المغربي يزيد وحنا ما كنشجعوش؟ الفيلم كيدوز اسبوع في السينما هو مصروف عليه تقريبا اكثر من مليون ديال الدرهم ولا اكثر، كاع اكثر. وفي الاخير كيدخلوا الناس اون سومان ميم با وكيتحيد الفيلم. شكون يضيع هنا؟ كيضيع اولا كيضيع المنتج، ثانيا كيضيع هذاك المخرج، وشكون هو الثالث اللي كيضيع؟ هو الممثل، لان ما غيبقاش يلقى هذاك المخرج ولا ذاك المنتج مره اخرى باش ينتج لي فيلم اخر. هنا غادي نخلقوا واحد ما يسمى بالبطاله المقنعه في الفن، وهذا صعيب لان الميدان الفني لما كانش الجمهور راه ما غاديش يكون. يجب تشجيع المنتوج المغربي لا من خلال السينما لا من خلال العروض المسرحيه مثلا اللي كترسلها مثلا وزاره الهجره، وهذا عمل جميل ان وزاره الهجره ولات كترسل عروض للخارج، راه كيجوا عندكم تما بروكسل وبلجيكا عده فرق مسرحيه. انا كنطلب من هذا الجمهور هذا يمشي يشوف هاد العروض المسرحيه. من الثمن قليل، ما 50 5 اورو 5 اورو مثلا ديالاش 5 اورو؟ انا ممكن جاي مع 80 كيتسنى جمهور يدخل ليه ب 50 درهم مغربيه. وكيجي المنتوج المغربي وكيجي 20 واحد، وهذيك ال 20 واحد 15 واحد داخله فابور ويعني فينا هو تشجيع الفن. باش بغيتوا هذا الفن يزيد الا ما شجعناش واش نبقاو جالسين عكس الدادر ولا في البوتيات وكنتقدوا فيه؟ يجب تشجيع الفن المغربي، راه الفن ديالنا هذا، واش ولا كرهنا راه منتوج مغربي. واش المسرحيه اللي قدمته في ايطاليا، واش وانا سولتك بطبيعه الحال عبر وسائل التواصل بيني وبينك، والان انا كنطرح عليك نفس السؤال امام الجمهور، واش من حظنا حنا هنا في بروكسل نشوفوا هذاك العمل؟ كنظن عندنا شي عروض تما في بلجيكا، ما عرفتش زمان رئيس الفرقه اللي هو سعيد ايت باشا شنو البروغرام اللي تعطاه من الوزاره، لان ربما عندنا عروض غادي تكون في افريقيا. والله اعلم واش كاين عندنا عروض، خصني نكون صريح، واش عندنا عروض في بروكسل ولا ما عندناش؟ الله اعلم. هو حاول ان شاء الله. كان نصور ايت باجا سعيد ايت باجا اللي كيعرفوا. عرفتي شحال هذه ما جيتي لعندنا انايا، شحال هذه ما زرتينا؟ وجيت سي ساتي جيت طولتي، ولكن جيتي يمكن كتجي مخبي وكتمشي ما كنشوفش. اييه كنجي ما كنجيش سميتو، جينا ملي كنت انا وخياري جينا تما درنا معك واحد. ايه ولكن شحال هادي قلت لك يعني من تمايا ما شفتك انا. صافي لونتون صافي لونتون صافي لونتون. لا تلاقينا في اكادير، ولكن غادي نجي عندكم غادي نجي عندكم ان شاء الله. تلاقينا انا وياك في اكادير في المهرجان. تلاقينا ودرتي معي واحد الانترفيو جميل. ولكن حنا بغيناك للجمهور، بغينا الجمهور يشوفك هنا في بروكسل ويتم كذلك التكريم ديالك ان شاء الله هنا في بروكسل سيدي. ان شاء الله ان شاء الله اخويا، راه الحال قريب الحمد لله، راه ماشي بعيد، غير دابا الوقت اللي شويه مدير، ما بروكسل هي قريبه لينا، ونبغيو نجيو في ظروف مزيانه ونبغيو نديرو شي عمل ونتلاقاو مع الجمهور ديالنا تماك اللي كنحبوه وكنعزوه. نتمنى ان شاء الله، راه حنا ربما ما غتكونش احد العمل ما غنقولوش دابا، مع واحد الممثله اللي هي كبيره في المغرب، واحد عمل مسرحي ان شاء الله لابدا غادي نبرمجه ان شاء الله بلجيكا. لا ان شاء الله بريكسل بالضبط. شفتك واحد النهار كتضرب كتعزف العود كتعزف لوتار.
انت عازف؟ هي كان عازف الالات. ما شاء الله. كان عازف الالات، كانت البدايه ديالي كمغني يعني في السبعينات، يعني في 76 77 78 كانت عندي اول مجموعه موسيقيه وانا مازال صغير. ما شاء الله. صغير وكنت ما كنقلد الغيوان وكنقلد المشاهير وكنقلد المجموعات الموسيقيه ديال هذيك الوقت. هادشي خصو جلسه طويله. خصو جلسه طويله، لان ما بديتش انا البارح، انا بديت الاج دو 7 اون في هذا الميدان هذا. ما شاء الله. وكان اول واحد اللي شجعني على هذا الشيء في مخي مخيمه الفوسفات بالمحمديه، كنت طفل تما، هو محمد الغاوي. محمد الغاوي كان صغير وكان مونيتور ديالي، هو اللي قال لي عندك صوت جميل، طلعت غني وطلعت كنغني. ربما اللي خصها جلسه باش نعاودوا الباركور. اكيد اكيد اكيد، هذه خصها جلسه وجلسه طويله، وخصها اكثر من ساعتين. هذه خصها نديروا عندك تما في الراديو مباشره. مباشره ان شاء الله بحول الله سيدي بشير. اكيد يعني غنخلي لك كل ما باش نختموا هذه الدردشه الرمضانيه، كل ما للجمهور. جمهوري اللي كنعزوه كنحبوه، كنتمنى نتلاقى بك وقلت لك تما بلجيكا مباشره او في المغرب، وكنطلب منه انه يشاهد السلسله راه غادي كتحسن وكتقاد، لان السلسله ديال الدرب كدوي على حي شعبي فيها ممثلين مزيانين. شجعوا هاد الشباب هادو اللي عاد دخلوا العالم ديال السيت كوم. ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير، والحمد لله عندكم عندكم واحد لو مويان ديال التواصل، وهذا الراديو هذا اللي كنسمعوا عليه كل خير، وراديو من لي راديو اللي هما ضربوا واحد المسافه كثيره وكبيره، راه ماشي سهل. ومباشره مع الجمهور، يعني راديو كتوا كنفتخروا به، وكنفتخروا باي حاجه دارها مغربي خارج الوطن. شكرا لكم، وشكرا لك سي شاطير، وشكرا لجميع المستمعين الكرام. شكرا لك الفنان الكبير ديالنا والمحبوب كثير عندنا اللي كان نحبوك بزاف بزاف بزاف، وتحيه للعائله وتحيه لكل الفنانين المغتربين. شكرا بزاف لك بشير. شكرا. تحيه لك. الى اللقاء. الى اللقاء. مع السلامه. اذا شكرا للفنان الكبير ديالنا بشير وكيلنا اللي كان معنا. غادي نسمعوا له هذا المقطع، كنا قلت له انه كتعزف على ديال العود او ديال الوتار. انا ماشي سياسي، بغيت نهضر في السياسه. انا ماشي سياسي وبغيت نهضر في السياسه. امر سياسه كتخلع، ندويتي نقول لك بلع، ما دمت تشوف ونسمع نقول رايي في السياسه. والعالم كله مقلوب ياك ربي علم، اي العالم كله مقلوب ياك ربي علم. كتر الجوع كتر الحروب، كل شي تسنى في الغنايم من الدول الثالثيه. إلا هزيتي عينك الدوخ، جوج نعجات بالتناسخ. شوف 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 شوف، أنا تهز عينك الدوخ، جوج نعجات بالتناسخ. شفتي اش درتي يا إنسان، غرستي التفاح وناض بنان، فين المذاق اللي كان بطاطا ولات ملوخية. أنا ماشي سياسي، بغيت نضر في السياسة. أنا ماشي سياسي، بغيت نضر في السياسة. أما السياسة كتخلع، لا دويتي يقول لك بلع، ما دمت نشوف ونسمع نقول رايي في السياسة. أياك شتا قالوا صبات والما ولا هجم، أي ياك شتا قالوا صبات والما ولا هجم. أيا الدنيا كلها غرقات من بنادم وبهايم، واشنو ذنب الحكومة. أنا ماشي سياسي، بغيت نهضر في السياسة. انتوما هضروا. أنا ماشي سياسي، بغيت نهضر في السياسة. أما السياسة كتخلع، لا دويتي يقول لك بلع، راني فاهم ماشي ضبع، نعطي رأيي في السياسة.